السلام عليكم حبيباتي، اخباركم؟ عساكم خير يا رب. رمضان كريم ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم حبيت اشارك معكم واحد الماسك روعه للشعر. هذا الماسك هذا يصلح للشعر الجاف. هذا الماسك هذا روعه يا بنات، سووه وجربوه. تتكون بس مكونين فقط، تسوي عمليه ترطيب وتنعيم وفرد للشعر. ومثل ما تعرفوا ان الماسك الطبيعيه تاخذ وقت عشان تعطينا النتيجه اللي نحبها. اول شيء انا راه حطيت هنا علبه زبادي، هذا راه الزبادي. متعرفوا ان الزبادي غني بالكالسيوم، والشعر دائما تحتاجنا اكثر شيء الكالسيوم، خصوصا الشعر الجاف. هذه الوصفه هذه تصلح للشعر الجاف. اول شيء حطينا هنا علبه من الزبادي، والحين نحط نفس العلبة ديال الزبادي، نفس المقياس نحط الطحينة. البنات اللي متعرفوش الطحينة أكثر هنا تحطوها، خصوصا يعني تحطها في المشاوي وكذا. ما تعرفش تسوي الطحينة ولو تحبي تسويها، فهي مكون منها من المكون الرئيسي مالها هو السمسم أو الزجلان. ممكن أنت تدخلي اليوتيوب وشوفوا كيفاش تحضري الطحينة. هو بس السمسم، تبقاو طحنوه اكثر اكثر، ما تضيفوا عليه الزيت عشان يصير كذا. هذه هي الطحينه، يعني علبه من الزبادي وعلبه من الطحينه. اهم شيء يكون نفس المقدار، تحطي علبه او غلاس من الطحينه يكون غلاس من الزبادي، المهم يكون نفس المقياس. والحين نخلط هذا المكون، لازم نخلطهم كثير. هاد الماسك هذا روعة يا بنات، خصوصا للشعر الجاف، يعني تيسوي الترطيب تنعيم الفروة الرأس اللي عندها تعاني، اللي عندها الجفاف في فروة الرأس. راه روعة بنات. هاد الماسك هذا غني بالفيتامين، لأنه فيه السمسم أو الزنجلان وفيه الزبادي. متعرفوا أن الزبادي فيه الكالسيوم وغني بالفيتامينات، والزبادي راه غير وحده تعطي. يعني كيف انت تحطي عليه الطحين، الطحينه تولي تتولي يعني بريوسكم البنات باي شيء يكون عندكم. هذا راه ماسك روعه. هاكم هذا كتيصير، هذا هو هذا هو هكا تيصير زين. وبعدين تحطوا على الشعر، تمسكوا كده تحطوا من فروة الرأس الى الاطراف الشعر، وتبقوا تسوي مثل مساج او مثل يعني مثل التلميس. يعني تحطوا كده فروة الرأس وتبقوا تسوي كده الشعر، يعني مثل هذا الشعر وكده تسوي كامل من جذوره الى الاطراف ديال الشعر كامل، وتسوي كده 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 زين 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 حتى تخلصوا الشعر كامل انزين. وبعدين تلفوه وتخلوه في المدة اللي تبقى في الشعر، هي مدة ساعة. لما تكمل ساعة ممكن تغسليه بس بالبلسم، وبكرة تغسليه بالشامبو عشان يكون النتيجة افضل. لو حبيت تغسلي بالشامبو ما مشكل، بس النتيجة افضل تغسلي بالبلسم، وباكر غسلي شعرك بالشامبو. هذا هو فكرة اليوم، هذا هو الماسك الروعة. ما تنسوناش باللايك واشتركوا في القناة، ولكم استفسار ممكن تكتبوا لي تحت في التعليق. ورمضان كريم وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. استودعكم في الله وإلى اللقاء.